الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة. خفض الجناح، الإنسان عنده جناح، الجناح الذي هو للطائر ليس للإنسان، لكن ما يستفيد الطائر من الجناح هذا موجود عند الإنسان. الجناح للطائر مصدر قوته، عرض عضلاته بالجناح، بالجناح يطير. الطائر القوي يطير قويا شديدا، يطير إلى الشواهق. الطائر الضعيف جناحه ضعيف، يطير قليلا، يطير خفيفا، يطير إلى مراقي ليست شاهقة. الإنسان مثل بالطائر، وجناح الإنسان قوى الإنسان. الإنسان عنده علم، هذا جناح، وما يخليه يتواضع. عنده فلوس، هذا جناح، يستطيع بماله أن يصنع كل شيء. عنده قوة بدن، قوة عضلات، هذا جناح. عنده ذكاء، هذا جناح. عنده حافظة قوية، هذا جناح. عنده عشيرة كبيرة قوية، هذا جناح. عند أقرباء أقوياء، هذا جناح. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله تعالى في مقام عصمته، ونحن نسأل في مقام عدم عصمته، ونحن نسأل في مقام عدم العصمة، عدم تواجد العصمة. الإمام يقول: إلهي، هذه الخصال ومنها خفض الجناح، خفض الجناح. هذه الخصال التي هي حلية للصالحين وزينة للمتقين، إلهي أعطني هذه الخصال، امنحني، حلني بهذه الحليات، زيني بهذه الزينات، ومنها خفض الجناح. إلهي خليني إذا عندي جناح، هذا الجناح ما أمسكه قوي، أنزله. إذا عندي علم ما أتكبر بعلمي على الناس، إذا عندي مال ما أتكبر بمالي على الناس، إذا عندي سمعة طيبة ما أتكبر بسمعتي على هذا وذاك. وخفض الجناح، الجناح في اللغة يطلق على الميل، يطلق على الكنف،
الضعيف ما عنده كنف، اللي ما عنده علم كنف، علم ما عنده أطراف، علم ما عنده، اللي ما عنده فلوس كنف مال ما عنده، اللي ما عنده قوة عضلات كنف عضلات ما عنده. الإنسان بمقدار ما آتاه الله تعالى من الجناح. الجناح منين اجى غير من الله؟ الله يحب ينزل الإنسان هذا الجناح، أعطاه هذا الجناح، أعطاه هذا الذكاء، هذا المال، هذه الحافظة، هذه السمعة، هذا النسب، أعطاه ليختبره. هو أراد منه أن ينزله. وخفض الجناح هذا أمر صعب وصعب وصعب جدا، أما ممكن وممكن وممكن جدا. هذا حديث أكو عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، أنا أقرأ هذا الحديث، هذا الحديث موجود في الكافي، البحار ناقل عن الكافي، حديث يرويه إسحاق بن عمار من الموثقين من أصحاب الصادق عليه الصلاة والسلام، ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الخلق منيحة يمنحها الله عز وجل خلقه. تواضع من الخلق، خفض الجناح من الخلق، هذا من الله. فمنه سجية ومنه نية، قسمين هذا الخلق، احنا اللي قاعدين هنا على قسمين بالنسبة الى نفس هذا الخلق. الامام عليه الصلاة والسلام بالنسبة الى عامة الاخلاق يذكر: فمنه سجية ومنه نية، هذا الإمام الصادق عليه السلام ذكر ذلك. قسم منه طبيعة، يعني بعض الناس طبيعتهم طبيعة تواضع، نفسية تواضع، هذه السجية نفسيتها هالشكل، بس نتيجة جينات، نتيجة البيت اللي تربى فيه، أبوه وأمه أقربائه ناس متواضعين، نتيجة الأستاذ اللي تربى عنده درس عنده، المحيط اللي يعيش فيه، يعني ما أعمل عمل وما لقى صعوبة في تحصيل هذه السجية. هذا قسم لا، نفسية التكبر، يشمخ بأنفه، نفسية يترفع، هذا ولا أنا أقعد ويا هذا، أنا أمشي ويا هذا، أنا أدرس عند هذا. نفسية تكبر، رفع الجناح مو خفض الجناح. هذا شلون؟ هذا قسم ثاني. ومنه نية، هذا اللي نفسية تكبر، هذه بحاجة إلى تصميم، إرادة تواضع، يريد أن يكون متواضع ويحترم إرادته، نية يعني هذا.
يقصد أن يكون متواضع ويحترم هذا القصد من نفسه. هذا يلاقي صعوبة، لأن هذا دائما في صراع بين ما قصد وما عزم من التواضع، وبين التربية اللي متربي الجينات، بين من هالصوب يكره يترفع ما يريد ويا هذا يقعد، هذا أقل مني علما، أقل مني مالا، أقل مني شخصية، يقول أنا من عشيرة كذا، أنا من شخصية كذا، أنا أبي كذا، عمي كذا، جدي كذا، خالي كذا، أقربائي كذا، عشيرتي كذا، هذا لا عشيرة معروفة عنده، لا أب معروف، لا لا لا، يعني معروف بشخصية. هذا بحاجة إلى تصميم. إسحاق بن عمار عالم، تربى على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول: فقلت فأيتهما أفضل؟ سجية يؤنية يحيى. فقال عليه السلام: صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره. هذا اللي متعود على التواضع، متربي في بيئة التواضع، سهل عليه التواضع، ما يقدر ما يتواضع، يخجل يتكبر، ما يقدر، هذا مجبول يعني جبل في فطرته، هذا لا يستطيع غيره. لا يستطيع مو معناه قدرة أصلا ما عنده، يعني هذا صعب عليه ما يتواضع. وصاحب النية، هذا اللي بالتصميم يريد يسوي نفسه متواضع، يصبر على الطاعة تصبرا. التواضع طاعة لله، الله يحب التواضع، أمر بالتواضع، أمر بخفض الجناح، هذا خلاف نفسيته، خلاف ما يشتهي، ما يشتهي التواضع، ما يشتهي خفض الجناح. فلان منه أنا أسلم عليه، فلان منه أنا أعزمه، فلان منه أنا أبعد وياه، بس لازم يضغط على نفسه، لأنه طاع لله، يصبر تصبرا، فهو أفضلهما. لصاحب النية أفضل. بعض الناس العاديين في الفكر في الفهم يقول: ما أقدر، ما أقدر. هذا ما أقدر مو صحيح، صعب صحيح، بس ما أقدر مو صحيح. لاحظوا هذا مثال عام ومعروف، ولعله في المجلس هم أكو من المبتلين بهذا المثال: الرئة والسيجارة والتتن الدخان، بينهما تنافر 180 درجة. العين ما عندها لقى التنافر عن الدخان تدمع، الأنف ما عندها لقى التنافر عن الدخان يعطس الإنسان، الأذن ما عندها تنافر عن الدخان هلقى، الفم اللسان الأسنان ما عندها هلقى التنافر عن الدخان، مرور أكو بالدخان، مر الدخان. ولكن الرئة، الرئة من ألطف أعضاء الجسم وأسرعها تأثرا وأشدها تأثرا،
العمليات اللي يسوون العمليات الجراحية من أصعب العمليات عملية الرئة إن لم تكن أصعبها على الإطلاق. رئة كلش لطيفة وحساسة بقطرة ماء، فكيف بالدخان؟ هذا الإنسان يشرب سجارة، يدخن أول مرة، الرئة تولد رد فعل، مرورة، ألام، مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، يصل أمر هذا الشخص إلى حد اللي يهوى يشتاق إلى الدخان، إلى التدخين، هذول المبتلين بالتدخين، أكثر من شوقه إلى ألذ الأطعمة وإلى أجمل المناظر وإلى أحسن الأسفار وإلى وإلى وإلى. يقولون فالطبيب قال للفد واحد كان يدخن، قال هذا الدخان، هذا التدخين يسوي عمرك نص، إذا تقدر بدون دخان تعيش مثلا 100 سنة، مع الدخان عمرك يصير 50 سنة. يقول الرجل قال 50 سنة نصف العمر مع الدخان أفضل عندي من عمر كامل، وهو صادق أصولا في هذا الكلام. هذا شلون يتغير؟ ممكن الإنسان يغير نفسه. شوف الألوف والألوف والملايين من الناس هذول اللي متعودين على التدخين، هذول ابتداء التدخين مالهم كان صعب عليهم، بس يشوف هذا يدخن، هذا يدخن، هذا يدخن، هذا يدخن، واحد ترجى منه، واحد انطى سيجارة، شوية شوية صار هالشكل يشتهي الدخان. واحد الإنسان اللي نفسيته نفسية التكبر ما يقدر يصير متواضع، ممكن، صعب بس ممكن، ممكن يكون من أشد الناس تواضعا وأحسن الناس تواضعا ومن أفضل الناس في خفض الجناح. هؤلاء الذين أتم خفض الجناح مو كلهم سجية كما قال الإمام عليه الصلاة والسلام. تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين مليء بهذه القصص، قصص الفضائل ومنها خفض الجناح. الإنسان لازم يتعلم، يتعلم حتى التعبير، حتى الكلام من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قصة الإمام الباقر عليه السلام المعروفة، مع ذلك النصراني الديراني في طريق الإمام عودته من الشام إلى المدينة، قال للإمام عليه السلام: أنت من علمائها أم من جهالها؟ حديث لعله متواتر في مختلف التواريخ موجود. الإمام عليه السلام قال: لست من جهالها. يجوز أنا وأمثالي إذا كلمة نتعلم، إذا واحد ما كتب لي عالم، إذا ما كتب لي كذا، يزعل طول عمره، يزعل خلاص. هذا لم يضعني في موضعي، إنما شيعتنا، إنما إنما شيعة يعني يتبع يتعلم. الإمام عليه السلام يقول لست شيعة يعني يتبع يتعلم. الإمام عليه السلام يقول لست من جهالها،
في بعض الأحاديث لعل شايفه بالبحار أو في كتاب آخر الآن مو ببالي. أهل العلم أهل الفاضل لعل بعضكم أحفظ مني. أكو أنه لما قال الإمام الباقر عليه السلام لذلك العالم المسيحي قال لست من جهالها، هاي الكلمة اللي هو عالم يعرف هاي الكلمة مو عادية، وكل عالم يقول لست من جهالها. كلمات من العلم يتعلم ويصور هو بعد العلامة الكذائي. في الحديث أكو في التاريخ أو الحديث لما قال الإمام عليه السلام لست من جهالها، النصراني هذا العالم النصراني اضطرب اضطرابا شديدا. ليش؟ كلمة عظيمة، الجاهل خم يقول أنا جاهل، والعالم هم يقول أنا جاهل. هذا عالم ما يريد يقول أنا جاهل لأن كذب ما يقول، وما يريد يقول أنا عالم، خفض الجناح، هذا الجناح نزله. هذا إمامنا، لكل مأموم نحن مأمومون لهؤلاء عليهم الصلاة والسلام، لازم نتبع. وإذا صعب علي وعليك خفض الجناح فهو أفضل، فهو أفضلهما. الإمام عليه السلام يقول فشخص من المدرسين عالم هو الآن موجود، في النجف الأشرف أيام المرحوم السيد الحكيم رضوان الله عليه، سيجوز في المستقبل جماعة منكم يكونون علماء، يكونون مراجع، يكونون مدرسين، هذه كلها تربية، تربية ضرورية ولازمة بالخصوص لنا نحن أهل العلم، يعني نحصل ثواب من يتعلم منا إن كان حسنا والعياذ بالله، والعقاب ممن يتعلم منا إن كان سيئا. سيد الحكيم رحمه الله كتب كتاب المستمسك، مستمسك العروة الوثقى، وطبع بعض المجلدات وقت اللي كان تو طابع بعض المجلدات. ذاك اليوم الرجل هذا الشخص كان مدرس، أنا لقى بعض الانتقادات العلمية في الكتاب، راح عند السيد الحكيم رحمه الله كما نقل في وقته. الرجل ما عنده علاقة ذاك اليوم، ما عنده علاقة جيدة بالمرحوم السيد الحكيم رضوان الله عليه، فراح ينقده بالكتب. الكتب مليئة بالنقد، النقد هو الذي يقدم العلم لا شك، أما كيفية النقد مسألة، وكيفية الجواب هم مسألة. هذا الرجل راح عند السيد الحكيم رحمه الله وهو ما عنده علاقة جيدة بالسيد الحكيم، وخرج من عند السيد الحكيم وملؤه العلاقة بالسيد الحكيم على أثر موقف، موقف وخفض الجناح. السيد الحكيم من قول كان أعد نفسه، أنا وأنته اليوم هم لازم نعد أنفسنا، بدون إعداد ما يصير، الإنسان يشط ينحرف الإنسان. راح عند السيد الحكيم وكما نقل قال للسيد الحكيم هذا الكلام، قال سيدنا الشيخ الأنصاري
رضوان الله عليه رفع المستوى العلمي للنجف الأشرف بكتبه، وتلك الرفعة العلمية، ذلك المستوى الرفيع كان ممتد موجود إلى هذا اليوم، وأنتم بكتابكم المستمسك نزلت هذا المستوى. ليش؟ ذاك اليوم السيد الحكيم مرجع تقليد، والرجل لعله ذاك الرجل ما يعرفه إلا 4 و5، كان من الممكن هذا الناقد بأسلوب جميل يقول له ثم هذا الكلام كذب مهشك. أنت بمكان السيد الحكيم باشر صريت، شنو موقفك؟ شوف السيد شلون أجاب. تربية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، السيد أجابه بجواب هز كل أعماق هذا الرجل وغير اتجاهه 180 درجة. السيد الحكيم رحمه الله كثير تعب على هذا الكتاب، عشرات السنوات. النتيجة هذا فكر السيد الحكيم، هذه قناعته نتيجة أتعابه. ينقلون عن المرحوم السيد الحكيم أنه في كتابه المستمسك في بداية أمره فد مدة كان يحتاج إلى كتاب الجواهر وما عنده، أو بعض الكتب الأخرى، وأكو صديق عند هذه الكتب. السيد الحكيم قال لصديقه أعرني، وصديقي الرجل قال له سيدنا أنا يعز علي ما أعيرك هاي الكتب وصعب علي، ولكن أنا بعض الناس قبلك أخذوا مني كتاب بعض الكتب وما ردوا علي، أنا حلفت يمين ما أنت كتاب الأحد يودي البيت، لو مو حلفها يمين كان انطيتك، وانا خجلان منك سيدنا. الرجل معذور بيمينه بئس ما فعل، اما معذور بالنتيجه. ولكن السيد الحكيم ما له شاره، يريد يقرا الكتب، يريد يشوف اراء الفقهاء، يريد يشوف الادله، حتى على اثرها يكتب المستمسك، ومو هالشكل يقعد ويغمض عينه ويكتب. وراء كل سطر متاعه. السيد قال أنا أجيب بيتك إذا مو زحمة عليك، أجيب أوراقي أقعد الكتب أقرأها. قال أنا ما عندي مانع في بيتي، بس بيتي صغير ما عندي مكان، عندي حجرة واحدة أنا وعائلتي. وصدقهم يقول كأنه وأنه يريد يتعذر للسيد. السيد قال ما يخالف، أنت يمينك شلون؟ كأنه ماكو إنسان آخر السيد يذب وجهه قدامه يأخذ منه كتاب كذا، أو لعله بعض الناس ما عنده معرفة بهم، هذا صديقه منفتح وياه. فقال له أنت شنو يمينك؟ قال يميني ما أنطي كتابي يودوه للبيت. قال خو ما يخالف، هذا مو من ضمن يمينك، أخذ منك الكتاب وباب بيتك عدتش بالعقد، هنا أقعد وأقرأ الكتاب الملاحظات اللي أريد أخذها منك. قال ما يخالف سيدنا، بس يعز علي. قال أنا ما عندي شارع سر. سيد الحكيم كمان نقل كان يروح باب بيت هذا الرجل يأخذ منه كتاب ويقعد عدتش البيت بالعقد، وكان يتحين الفرص اللي المارة قليلين في الصيف ساعة 2-3 بعد الظهر. السيد هو هم بالنتيجة حي عند حياء يخجل، هذا راح رايح هذا جاي.
قسم من المستمسك السيد الحكيم كما نقل هالشكل كتابه. وأنا أنقل عنه السيد عن السيد الحكيم رحمه الله مباشرة، هذا لعله في وقت آخر اللي كان عنده جواهر محصل كتاب الجواهر الطبعة الحجرية القديمة، قال كانت عندنا مباحثة بالجواهر، هذا لعله في وقت آخر، هذا أنا أنقلها عنه. قال كانت عندنا مباحثة بالجواهر، النسخة اللي كانت عندنا نطالعها ونقرأ بيها هاي كانت هم كثيرة الغلط طبعة حجرية، هم حروف كثيرة منها ممسوحة واقعة مو مطبوعة جيد، يعني هذا الحرف ما ندري فاء أو قاف، ما ندري هذا الحرف صاد أو ضاد، هذا الحرف طاء أو ضاء أحيانا، باء أو ياء، لازم من سياق المطلب من قبله بعده نتصيد نعرف أنه شنو هاي الكلمة. يقول قبل لازم نحضر حتى بالمباحثة نقدر نباحث. وقال في صفحة واحدة، هذا اللي أنا أنقل عنه، قال صفحة واحدة طبعا صفحة كثيرة غلط والسقط كانت ليس الصفحة، في صفحة واحدة صححت أنا 300 مورد، يعني كل سطر كم خطأ لي، هالشكل كتب المستمسك. هذا الرجل يقول له أنتوا نزلتوا مستوى النجف الأشرف بكتابكم المستمسك، هذا شقد يحس في نفسه بشار، ولكن وخفض الجناح. هذا يجوز السيد من قرأ هذا الدعاء استجيبت له هاي الجمل وهذه الجمل. والرجل هم مو في مستوى السيد الحكيم، مو مرجع تقليد ومرجع، هم في مستوى ينقد هذا النظر. الرجل السيد في ذاك اليوم مرجع تقليد، يقول السيد قال الإنسان لازم يتعلم هالأشياء، هؤلاء تلاميذ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول السيد قال أنت تقيسني أنا بالشيخ الأنصاري، وين أنا وين الشيخ الأنصاري؟ أنا بالمقدار اللي تمكنت تعبت، وهذا جناي ما جنيته يعني قطفي، وكاتب هنا شنو انت تشوفون من اخطاء من اشكالات تذكروها الي انا اشكركم. خفض الجناح، مرجع تقليد انا انزل نفسي، انا عالم اخفض الجناح، هذا الجناح هاي الطاقة هاي الشخصية هذا المقام أنزله أنزله. هسه خفض الجناح شنو؟ شي يسوي واحد؟ هذا فد باب واسع انتو ترجعون إلى تلاحظون الروايات. أنا بعض النكات أحيانا أنقل. أكو حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حديث معتبر أيضا الكافي راوي. الإمام خمسة بنود من التواضع يذكرها، من التواضع من للتبعيض يعني من أقسام التواضع، ما ينحصر التواضع في هذا، خفض الجناح ما ينحصر في هذا، من التواضع أن ترضى
يتقضى بالمجلس دون المجلس. شنو مستواك من تدخل في مجلس تقعد؟ شنو أنا مستواي؟ المجلس اللي أدخل فيه وين يقعدوني؟ من الناحية الاجتماعية، من الناحية العلمية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية. السلام عليكم ورحمة الله. شنو مستواي؟ إذا قعدت دون ذلك المستوى أرضى. مو أشوف ليش أن ترضى بالمجلس دون المجلس. هاي القصة المن ما أدري، أنا قاريها في الكتب يعني الآن مو ببالي، أن الشخص كان ملتزم بصلاة الجماعة. هذه القصص تفتح على الإنسان أجواء. شخص ملتزم بصلاة الجماعة ولأن الصف الأول أكثر ثوابا، ملتزم بالصف الأول يقعد سنوات قبل الوقت، يجي ينتظر الصلاة. من الفضائل اللي في الروايات موجودة انتظار الصلاة بعد الصلاة. قبل الصلاة الإنسان يحضر، يحضر عند مجال يقدر ويحضر ويغتنم هذه الفرصة. الصف الأول أكو مجال يقعد بالصف الأول، يوم يوم يعني، شهر شهر يعني، سنة سنتين، سنتان، سنوات. هذا الرجل مكانه في الصف الأول، فدي يوم صارت له مشكلة تأخر، إجا ما لحق على الصف الأول، قعد في الصفوف المتأخرة. عرق، خجل، شاف هذا مو مستواي، أنا أقعد في الصفوف المتأخرة. خلص الصلاة متقي مؤمن، يحاسب نفسه، ليش أنا هالشكل؟ لنفرض مستواي أنا في الصف الأول، بس ما صار لي مجال في الصف الأول، ما لحق. الإمام عليه السلام يقول من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. لنفرض مستوى الصف الأول لازم يرضى. بعد الصلاة فكر في نفسه، حاسب نفسه. الكتب كاتبين يقولون راح أعاد وقضى كل صلواته اللي قبل صلى. قال هاي الصلاة لله، يا لنفسي صف أول أنا أقعد، مستواي صف أول، ليش قاعد صف متأخر؟ هذا واحد. وأن تسلم على من تلقى. من اسم موصول عام، عموم لغوي إله، إما عموم اصطلاحي إله أو إطلاق اصطلاحي، إصلاح أصولي. تسلم على من تلقى يعني كل من تلقى، كبير صغير، عالم جاهل، عطار بقال، زبال نزاح. هذا هو، أنا أسلم على زبال؟ هذا من التواضع، خف من جناح. أنا أسلم على ابني؟ أنا أسلم على تلميذي؟ نعم نعم نعم. من تلقى؟ إذا الإنسان شاف في بعض الموارد يريد يسلم يلاقي صعوبة، لازم يصحح دينه، يصحح إيمانه. هذا الثاني. هذه قلت خمسة بنود، أربعة بنود، واحد من واحد أصعب. وأن تترك المراء وإن كنت محقا. كلمة قلت هاي الكلمة صحيحة،
الحق وياك، واحد عاندك قارغلك غير كلامك وهو على خطأ وانت تدري انك على صحيح، فكيف بما اذا الانسان عرف ان كلامه خطأ او ما يدري خطأ او صحيح؟ تدري الكلام كلامك صحيح، ولكن الطرف يصر، قد يكون للتنمية العلمية، للنضج العلمي، تتناقش وتصر وتأكد، ما يطالب زين هذا بس ثوابها، أما قد يكون لأن أنا قلت أريد أثبت كلامي، هذا يسمى مراء. فاذبح الفقه أقول روح لاحظوا بالفقه المراء شنو منه حرام شنو منه مو حرام. من التواضع الإمام الصادق عليه السلام يقول وأن تترك المراء وإن كنت محقا، قد يكون صدق ويعلم الله من قلبك وأنت تعلم من نفسك، تجادل وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا مأمور به لإظهار الحق، تجادل 10 سنين ما يخالف زين، أما كلمة واحدة تجادل للمراء لإملاء هذا الأشتهي الأريدة الشهوة النفسية حتى تملئ هذا الفراغ، من التواضع أن تترك المراء وإن كنت محقا. المقدس الأردبيلي مقدس، ليش مقدس؟ صار لأكثر من 400 سنة متوفى مقدس الأردبيلي، أكيد أكيد أكثر الجالسين هنا وأكثر الناس وأكثر البشر جدهم اللي كان قبل 400 سنة اللي هو من نسله ما يدري اسمه من. أي واحد تسأله انسب نفسك، ابن أبوك منه، جدك منه، أبو جدك، جد جدك، إلا إذا واحد من ذرية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعنده شجرة، حتى اللي من ذرية أهل البيت ما بيده شجرة، حتى إذا شجرهم أكو ما حافظه. يقولون كل جيل 30 سنة تقريبا يكون عمره، يعني مو عمر الإنسان 30 سنة، تغير الجيل 30 سنة تقريبا، يعني 400 سنة كم 30 أكو بي 13 30، يعني الجد 13 الأب 13 لنا تقريبا كان معاصر للمقدس الأردبيلي، ياهو اللي يقدر يعدد الأب 13 يعرف منه مقدس الأردبيلي نعرفه وسامعين عنه. ليش؟ مو احنا مدوري، هو أبقى نفسه. من الممكن أنا وأنت بالمستقبل هم نكون هالشكل، ولكن لازم تلك الخلق تلك الأخلاق نتخلق بها. يقول المقدس الأردبيلي لعله مع الشيخ البهائي، الشيخ البهائي لما توفي المقدس الأردبيلي كان عمره 40 سنة، ممكن يكون نفس أو غير الشيخ البهائي، ببالي أنا عن الشيخ البهائي، الشيخ البهائي في إيران ذاك اليوم شيخ الإسلام عالم معروف عند الناس، زار النجف الأشرف، صار نقاش بينه وبين المقدس الأردبيلي في مسألة، واستدل الشيخ البهائي وانقطع المقدس الأردبيلي سكت، اللي الناس عرفوا أنه الشيخ البهائي انتصر علميا على المقدس الأردبيلي، الشكل الانطباع هالشكل صار، المقدس الأردبيلي سكت ما أجاب على إشكال الشيخ البهائي، خلاص المجلس انفاض راح. ثاني يوم وقت آخر مقدس الأردبيلي شاف الشيخ البهائي،
هاي مو قصة المقدس الأردبي، دي قصتي أنا وأنت نعتذر منها. مقدس الأردبي شاف الشيخ البهائي اصطحب إلى وادي السلام يقرون فاتحة على الأموات، راحوا هناك المقدس الأردبيلي وحده مع شيخ البهائي، لا ثالث لهما إلا الله. قعد المقدس الأردبيلي قال للشيخ البهائي: شيخنا تلد دليلك مو تام، إشكالك مو تام، وشرح له، والشيخ البهائي سحب كلامه، اقتنع بأن كلام المقدس الأردبيلي هو الصحيح. قال للمقدس الأردبيلي: شيخنا أنت رحت قريت الكتب وهذا جبته، ذاك اليوم ما كنت تدري. قال: ليش كنت أدري؟ قال: ليش ما حكيت بها ذاك اليوم؟ قال: أنت شيخ الإسلام، شخصية معروفة، ليش أكسر بيك؟ كان المهم عندي أرفع الشبهة عن نفسك، بس رفعتها بيني وبينك. أما ذاك المكان لو كنت أرفع الشبهة معناه كنت أنا متفوق علميا وأنت أكثر معروفية مني. هذا سوى المقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي اللي بعد أكثر من 400 سنة من وفاته، 400 سنة أكثر قبل 1000 توفي، نذكره إحنا ونترحم عليه. وأن تترك المراء وإن كنت محقا. والرابعة هي الأصعب من الكل بس ممكن، ممكن، وأن لا تحب. هاي كلمة تحب ولا تحب، واحد يقول له سد لسانك، يخلي ايده على فمه ما يحكي، سهل، غمض عينك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أيضا سهل. يغضوا مو يعني يغمضوها، يعني ينزل عين، حتى لو قالوا غمضها يغمضوا يعني يغمضوها، يعني ينزل عين، حتى لو قالوا غمضها ايدك امسكها، اسحب ايدك، تمشي اوقف، واقف اقعد، سهل. اما حب ولا تحب، هذا مو سهل. الحب وجودا وعدما بحاجة إلى مقدمات كثيرة حتى يحصل. يقولون فد واحد قال: قالوا لي سد لسانك، سدت. قالوا لي غمض، غمضت. قالوا لي لا تسمع، خلت إيدي على أذنك، خلت قطن بأذنك، ما قمت أسمع. بس قالوا لي سد فكرك، قلت ما واحد يحب وما يحب، هذا مو سهل. والإمام عليه السلام هنا يقول: وأن لا تحب. ما دام ما صاير هاي الحالة بحاجة إلى تمرين، بحاجة إلى ممارسة، بحاجة إلى دعاء، بحاجة إلى استشفاع بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأن لا تحب أن تحمد على التقوى. صعبة، صعبة جدا، أما ممكنة. يعني جنابك إنسان منفق، الله بتفضل عليك فلوس منطق، تنفق بسبيل الله، إطعام فقراء، مشاريع، كتب، تنفق، هذا عمل من التقوى. إذا واحد يمدحك يقول فلان من الأخيار اللي يبذل، الله منطي نعمة، منطي فلوس يبذل، لازم ما تحب هذا الشيء، مو فقط إذا ما مدحوك تكره، لا، لو يمدحوك ما تحب هذا الشيء.
جنابك عالم دقيق، إذا يمدحوك على علمك ما تحب هذا الشيء. جنابك إنسان ذكي، تتفطن للمكاتب العلمية في المجالس، تحكي وتنقد، يمدحوك يقولون فلان كذا جيد، لازم متحب. سهل يا صعب؟ جدا صعب. أما ماكو شارع، ماكو شارع، الإنسان لازم يروح وراه. وأن لا تحب أن تحمد على التقوى. خطيب وأدت خطاب جيد، منبر جيد، مدرس ودرس تدريس جيد، ومؤلف وكتاب جيد عنده، طبيعي الناس من باب شكر الجميل، وكل الناس ينكرون الجميل يمدحوك. انت موقفك شنو؟ هذولاك وظيفتهم يمدحوك، صحيح احيانا يكون واجب عليهم، احيانا يكون مستحب عليهم، وانت هم عالم وتعرف هذا المعنى، تعرف تكليفهم. انت شنو تكليفك؟ انا شنو تكليفي؟ وان لا تحب ان تحمد على التقوى. الامام عليه السلام يعدد هذه من التواضع. تواضع مو بس باللسان، تواضع بالقلب، تواضع بالعمل، التواضع سلب، تواضع ايجاب، وخفض الجناح. هاتان كلمتان، ولكن حقيقة الإنسان بنسبة ما وفق لهاتين الكلمتين، لو عنده مليار ومليارات ما إله قيمة بمقدار هالكلمتين، لأن المليار والمليارات تخلص. أيام المقدس الأردبيلي كانت على وجه الأرض عشرات المليارات، وكان هناك ناس يملكونها، وينهم؟ وين اسمهم؟ وين ذكرهم؟ بس الآخرة وما أعظمها خليها على جانب. والمقدس الأردبيلي رضوان الله عليه عند مليارات أو عند هذه الخصيصة وخفض الجناح، يهي الأثمن. إذا نحكم بأن هذه أثمن خلنا نتعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة أهل البيت أن يوفقنا لخفض الجناح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.